لا خمور ولا هروين، لا حشيش وكوكايين، ما بمشروع تحسين يصلح كل الفاسدين. لا خمور ولا هروين، لا حشيش وكوكايين، ما بمشروع تحسين يصلح كل الفاسدين، يصلح كل الفاسدين. ما ذنب هذا الشباب؟ صار في ايدي الذئاب، جيله حلو وضياع، يعاني كل العذاب. من يتعاطى الخمور أو يعيش باكتئاب، لا مدارس لا أخلاق لا ثقافة ولا كتاب، لا مدارس لا أخلاق لا ثقافة ولا كتاب، إن في الراب العلاج إنه أرقى خطاب. لا هروين لا حشيش وكوكايين، ما بمشروع تحصين يصلح كل الفاسدين. لا خمور ولا هروين لا حشيش وكوكايين، ما بمشروع تحصين يصلح كل الفاسدين، يصلح كل الفاسدين. نصرخ ومدوا سنين، نصرخ ومدوا سنين، والقلب ضج أنين، لماذا يغوي للحا شبابنا المسلمين؟ أين أخلاق الرسول ذاك الصادق الأمين؟ علينا أن نتحلى بأخلاق الميامين. آل الرسول الهداة والصحابة الأكرمين، آل الرسول الهداة والصحابة الأكرمين، والصحابة الأكرمين. لا خمور ولا هروين إلا حشيش وكوكايين، ما بمشروع تحصين يصلح كل الفاسدين. لا خمور ولا هروين لا حشيش وكوكايين، ما بمشروع تحصين يصلح كل الفاسدين، يصلح كل الفاسدين. ربي مشروع الرسالي يصنع الشاب المثالي، الشباب أغلى ثروة، شباب الإسلام غالي، إلى متى لا نبالي بانحراف الأجيال؟ إنها أكبر جريمة، عقل الشبل يبقى خالي، رابي نجاة الأشبال، حقيقة لست مغالي. لا خمور ولا هروين لا حشيش وكوكايين، رابي مشروع تحصين يصلح كل الفاسدين. لا خمور ولا هروين لا حشيش وكوكايين، رابي مشروع تحصين يصلح كل الفاسدين. يا إلهي ماذا جرى؟ يا للهول ماذا أرى؟ شبانا تتعاطى خمرا وأفعال مدمرة. يا إلهي ماذا جرى؟ يا ذا الهول ماذا أرى؟ شبانا تتعاطى خمرا وأفعال مدمرة. خطف قتل مفاسد لا عبادة لا آخرة، والدعاة في تخلف أفكارهم منفرة، والدعاة في تخلف أفكارهم منفرة، والراب طرح معاصر أفكاره مؤثرة، أفكاره مؤثرة. لا خمور ولا هروين لا حشيش وكوكايين، رابي مشروع تحصين يصلح كل الفاسدين. لا خمور ولا هروين لا حشيش وكوكايين، رابي مشروع تحصين يصلح كل الفاسدين، يصلح كل الفاسدين. إن أعجبك الفيديو